الحقيقة في هذه المباراة رادو بيتريسكو أعطى صافرة الإذن في بداية مواجهته. إلى ترجع للكرة مرة ثانية، العرضية إلى منطقة الجزاء، إلى راسية أو الرأسية الحمدان، لا من حمدان مع الكرة من اليسار، عدى فيها الحمدان وتسديدة، التغطية المريرة من مالك، الملعب إلى ركلة مرمى، كرة أوقفت جمهور الهلال من كراسي، تمريرة رائعة ما فيها تسلل لكن طالت، طادها الهجوم سالم الدوسري، سالم يلعب كرة ترجع لي سالم من جديد، العرضية في منطقة الجسية لكن ابن ميشايل واصل إلى خارج اليسار، المحاولة الهلالية خطيرة والتسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب، الهلال لا يتوقف عن هجومه، مالك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، حاول سالم واصل كركلة مرمى لصالح ديفيز إيباسي لنادي أبها بعد الرأسية الماضية من أمام مرمى الهلال، الكرة ما زالت خطرة وكريشوف ياكي يلعب كرة، النهاية كانت خطرة جدا هذه الكرة المعيوف في النهاية، مرر في جهة اليسار خطيرة، الانطلاقة في منطقة الجزاء بحثا عن سعد بقيل، نجح مع الأول والثاني ثم لعب الكرة العرضية، الكرة حلوة الكرة من مالكم أحلى من ديفيز، الانطلاقة الهلالية مستمرة باتجاه الحمدان، حمدان يلعب كرة بعرض الملعب، الإبعاد من دفاعات أبها على طريق ممكن إلى مرمى أبها، الكرة اللعب عرضية ساقطة في منطقة الجزاء بالرأس، لمنطقة الجزاء بالرأس مبعدة، ترجع مرة ثانية روبن ديفيز في، لم تصل إلى الشباك، كثيرة محاولات الهلال في شفرة الدفاع في نادي أبها وهدفه عبر البرازيلي مالكوم راقص ناصر الدو ومن غير سعد وجابها سعد ومن بعيد تسع إلا دقيقة ليعود أبها في المباراة الهلال العرضية في منطقة الجزاء من ناصر الدو ميشيل يمردها بالجهة اليمنى البريك العرضية في منطقة أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية التمريرة المحاولة والتسديد الله سالم فعل معها كل شيء ما هو القرار الحكم طالب بالاستمرارية والهلال لم يستفد من الكرة العرض الهلال من الطرف الأيسر مالكم مالكم مع الكرة باتجاهنا التنفيذ الكرة منفذة لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية لولي مع غينيو مالكم في سوا في اللقطة تفاخر في اللقاء الكرة اللعب إلى منطقة الجزاء بالرأس لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب يا كم في حاجة الحمدان تحركك الرائع الكرة من البريك ملعوبة إلى مالكم مالكم عدى وتسديد الله الله جماهير الهلال تتسلطن في مباراة لمالكو في مسابقة الدوري السعودي الكل ميشيل لعب عرضية بعيدة من ميشيل غريب مرور والتسديد الله الكرة في العارضة الهلال ظهر انتصار العاشر الكرة اللعب عرضية في منطقة الجزاء من مالتي ميشيل ميشيل يرجع كرة بالخلف وروبن نيفيس في تسديدة الحمدان براسية لكنها سهلة أوه. خارج أرضية الملعب ركلة مرمى التسديدة من سعد القبل إلى محاولة إلى تمريرة راحت لمالكم اللهم اللي جاء Everybody's going crazy. It feels like I'm singing, and nobody's listening. But I'll keep.
myself, do what I do. I'ma do me for real. Yeah. I'ma stay for real. Yeah. There wish me tears, but I'm beating anymore. I'll be riding with a wave. Pas de hors-jeu pour Neymar. Neymar pour le doublé. Drop, drop, you make the vibe, drop, drop, you make the vibe, boy.